السلام عليكم. تعالوا نرسم مثلا محل بشكل ظريف شويه. خلينا نقول له وول، ونقول له احنا عايزين نرسم مثلا الحواف بتاعتنا، وليكن مثلا كده اهيت. وبعد كده هقول له من التوب انا عايز ابدا ارسم بقى ايه حائط زجاجي، وليكن مثلا كده اهوت. تمام، ممكن نغير النوع بتاعه لكرتون وول. طيب والحوائط ديت عايزين نخليها 10 مثلا، 12، او نصغر الازاز. طيب الازاز ده انا عايز اغير فيه بحيث يبقى شكله كده ايه شيك شويه، جميل اجمل. ده الواجهة بتاعتنا اهيت. طيب اجي هنا اقول له edit profile، وابدا اغير في البروفايل بتاعي. يعني ممكن مثلا استخدم حاجه زي الاس بي لاين، واقول له مثلا اهوت، هو بيديني كيرف جميل جدا اهو. وممكن بقى اعمل كيرف تاني ماشي مع اللي فوق شويه. تمام، وابدا اعمل مثلا كيرف تاني. ده مثلا اهوت، وممكن ترسم خط وبعد كده تعمل له زي اوفست او كوبي. تمام، يعني ممكن تاخد الخط ده كله تقول له كوبي بالشكل دوت. وممكن بعد كده نكمل بقى مسيرة الرسم دوت. وبعد كده نبدأ بقى ايه نقطع. هنا اقول له قطع لي هنا وهنا 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 وهنا. وترم. طيب مثلا مش هتيجي مع السبراين، فهعملها مانوال بالشكل دوت اهو. طبعا تقدر تشكل بقى حسب ما انت عايز، يعني حسب نوع المشروع مثلا بيعبر عن ايه، تبدأ تحاول تخلي الشكل يعبر عن اللي جوه. تمام، طيب هقول له اوكي، هيبدأ يعمله لك الشكل دوت. فكده الحوايط تبقى ظاهرة عندك. ممكن تعمل تطلع الإزازة شوية كده أحس إن الحيطة تبدأ تظهر معاك، هتدي واجهة كده جميلة شوية للشكل اللي جوه. ولو عايز تحط أي حاجة من هنا في النص مفيش مشكلة، ممكن ما أنصحش كده. أنا شايف إن هو شكله مع الحيطة أجمل.